هتكلم عن موضوع يعني مش ظريف قوي، هو اسباب فشل الحقن المجهري. اولا الحقن المجهري هو تكنولوجيا يعني زيها زي اي تكنولوجيا، قصدي يعني تطورت بشكل كبير في اخر 10 سنين، من الحضانات، الميكروسكوبات، الميديا اللي حوالين الاجنه، شبكه الغازات، حتى التكنيكس نفسها بتاعت الحقن والتقشير و تجميد الأجنة وفك الأجنة، الطرق الحديثة، فالكلام ده كله حصل فيه تطور كبير جدا. شان زي أي تكنولوجيا بتتطور وسعرها مع الوقت بيقل كمان، يعني إلا إن إحنا في الحقن المجهري إحنا بنتعامل مع حاجات كتيرة متغيرات. يعني الحقن المجهري ما هوش عملية هنفتح ونشيل ونخيط، يعني هي لأ، هي عملية فيها خطوات كتيرة، فيها تحضيرات كتيرة، فيها متغيرات كتيرة جدا جدا جدا. أبسط حاجة، ممكن راجل طبيعي جدا وكل حاجة يجي في شهر من الشهور التحليل بتاعه وحش خالص، أو عنده الحركة مش حلوة، أو هو كان بيخلف طبيعي قبل كده وهو مثلا بيشرب سجاير كتيرة أو تعرض لحاجة ما في حياته، فجأة لقينا العدد قل خالص، الحركة بقت وحشة جدا. طيب في واحدة تانية النهارده هي بتطلع بيضات حلوة، كانت عاملة عملية من 4 5 سنين، كانت مطلعة عدد بيضات كويس جدا وجودة كويسة، النهارده جينا نعيد الكرة، العدد قد يكون قليل أو كويس، مش هنختلف، بس الجودة قليلة. طبعا دي من الحاجات اللي تفرق كتير. الحاجة التانية احنا بعد زرع الأجنة احنا ملناش سلطة او ما لناش طريقه نقدر نعرف بيها او نقدر نزود بيها فكره ان الجنين يلتصق. احنا كل دورنا ان احنا بنأهل بطانه رحم كويسه، بنبقى عاملين ظبطه كويسه للهرمونات اثناء التنشيط، نتجنب ارتفاع هرمونات معينه ونتجنب انخفاض هرمونات معينه، بنأهل بطانه الرحم بالسيوله والاقراص اللي بنزود سمكها والاقراص اللي بتزود تدفق الدم فيها. احنا بنحاول نزرع عدد اجنة 3 او 4 من درجة كويسة، بحيث ان احنا جنين كويس على طنة رحم كويسة وننتظر، لان ده كله برضو ما هواش ضامن او ما هواش تأكيد على ان الجنين ده هيحصل في حمل. ليه؟ لان في عامل تاني خالص اللي هو عامل المادة الوراثية. المادة الوراثية دي لازم نفرق من حاجتين، الكروموزوم ده احنا نقدر نقيسه، المادة الوراثية الجينية دي صعب ان احنا نعرف. زي انا النهارده مثلا ممكن اعمل تحاليل واشعاعات وكل حاجة وابقى كويس خالص، بس ده ما يدينيش شهادة ان انا اقدر اعيش مثلا لمدة 6 شهور قدام او لسنة قدام. احنا الجنين بيراقب عندنا في الحضانة بعد نقل الاجنة، احنا ما عندناش طريقة نعرف بيها سلوك الجنين ده جوه الرحم هيبقى شكله عامل ازاي. طبعا في اسباب تانية كتيرة، اسباب يعني حاجات تزود فرص الحمل، حاجات تنقص فرص الحمل. المناعة ليها شق كبير والاجسام المضادة، اضطرابات الغدد زي اضطراب الغدة الدرقية، ارتفاع هرمون اللبن، السكر الغير منتظم، ارتفاع السكر العشوائي، نسبة السكر العشوائي، التراكمي انا اسف، الجسم كله هو واحدة واحدة على بعضه. اي اضطراب في حاجة ليها تأثير، برضو للأمانة تأثير مش يعني في ستات كتير عندها سكر وبتحمل، في ستات عندها اضطراب الغدة الدرقية وبتحمل، في ناس عندها أجسام مضادة وبتحمل، إلا إن دي من الحاجات اللي بيبقى ليها تأثير سلبي أو ليها تأثير مش حلو على عملية الحقن المجهري وأطفال الأمين. هتظل نسب النجاح تزيد ان شاء الله مع الوقت مع تطور العلم والتكنولوجيا والتقنية، الا ان الحقن المجهري انا في اعتقادي من الحاجات اللي عمرها ما هتوصل لنسب نجاح 100% لطبيعة العملية نفسها ولكثرة المتغيرات ولكثرة الحاجات اللي بتتغير في نفس الشخص، في نفس قد تكون في نفس السنة.